مرحبا. وبيك يا عاش. لاباس خويا؟ الحمد لله. نحكيو على التجاره وسيرتو فواكه، الفواكه الجافه في تونس. الفواكه الجافه في تونس من المنتوجات اللي ما تتفقدش، مش كيما بقيت المواد الغذائيه الاخرى، الزيت والسكر وكذا. الفواكه الجافه ديما متوفره، بار كونتر غاليه على الاخر. صحيحه ما تفقدش كيما المواد المدعمه، معناها موجوده في السوق، معناها اما ما عادش كيما قبل، ناقصه. علاش ما عادش كيما قبل؟ أنا قبل كانت متوفرة، أما تو معناها ولات ناقصة الفواكه الجافة. معناها قداش عندك أنت من عام في الخدمة في الفواكه الجافة؟ لسك 14 عام تو. 24 عام؟ 14. شو نقول لك أنا، قداش عمرك أنت باش تقول لي 24 عام؟ بس 30 تو. شنو اللي تعلمته من الخدمة في خاصة في الفواكه الجافة؟ خاطر هي منتوجات ما ننتجوهاش احنا الكل. شنو ننتجو احنا؟ فما فيها شنو في الفواكه الجافة ننتجوها؟ ممكن شوية لوز وكاكاوية ننجوها ولا؟ زي كاكاوية ولوز وبستاش. بستاش ننجو في تونس؟ اي. الجسرين؟ لا صفاقس. صفاقس. بستاش برغم اللي معناها موجود في تونس ورغم ذلك غالي على الاخر. ما صفاقس اي صحيح. اما يبقى ديما غالي خاطر البستاش واللوز هذوما يبقوا معناها غاليين، فهمت؟ اعتقادك انت حماس وتعرف اكيد، علاش غاليين هم المواد الغذائية هذوما؟ الفواكه الجافة. والله نكو معناها تبقى ديما مطلوبه، فهمت؟ غاليين خاطر مطلوبين؟ اي. المفروض نقولوا غاليين خاطر التكلفه نتاع الانتاج نتاعهم ليوصل الماده صالحه للاستهلاك، تكلفه غاليه، وقتها المفروض يغلى، مش غاليين خاطر مطلوبين، مادام طالب التونسي غالي. على خاطر اليد العامله معناها هي اللي معناها نقصت، ما عادش هكا علاش معناها نربطها ببعضها، فهمت؟ انت ترى كحماس تاخذ الفواكه هذه حاضره ولا تقليها انت ولا شنو تاع؟ لا نحضرها وحدي. في مثلا شو اسمه الفزق فيش حاضر؟ ماشي، علاش سالت السؤال هذاك كيفاش نحضر؟ نحكوا على احنا كخدمه كيفاش؟ تو اللوز نعرفوه ساهل على الاخر ظاهر، كيفاش يتقلى وكيفاش يتحضر، كيك سوا مالح ولا بالملح ولا بلاش ملح ولا الفزق باغ اكزومبل، كيفاش تتم العمليه؟ ماشي نجاوبك على السؤال. ماش نجاوبك على السؤال هذا. علاش؟ ليش قول لي علاش؟ ماكي ما نجمش كاو. واش انت اللي تحضر؟ معناها تاخذه حاضر انت؟ لا نحضر وحدي، اما ايش نقول؟ سر مهنه معناها؟ اي سر هو في المهنه في تحضير؟ اي بالطبيعه. مش قريب برشا من اللوز طريقه تحضير اللوز؟ بريسك. ما فيش مش كيف. يقول قايل في تونس يقول حماس سي معناها الناس اللي لاباس عليهم اللي يصوروا برشا فلوس خاطر تونسي يشري برشا فواكه جافه. لا بالعكس، مع غلاء الاسوام وطلعت معناها الفاكهه ما عادش كما قبل، معناها ما عادش خدمه كما قبل. هم في بالهم برشا معناها في بالهم الحماس يخدم وفلوس لا برشا صعوبات بالطبيعه، برشا صعوبات عاش. والباتين ده والخلاص نحكي كي خلاص كي تجي تخلص تشوفوا مبلغ عادي ولا يفوت برشا ممكن حتى استهلاككم والمصاريف اللي تصرفوها؟ والله انت البلاصه اللي تخدم فيها، انت بس تخدم فيها. شنو انت؟ بن عروس. ومنتي والحي انا بن عروس كوكي لازم يكون فيها تجمعات كبيره بالطبيعه. انت البلاصه انت والحي اللي بس تخدم فيها. تعلمت على شكون الصنعه ذي؟ ولد عمتي. ولد عمتك وبعد حليت وحدك؟ ايه هكاك. كانت صعيبة من الأولى؟ بالطبيعة صعيبة. راك هل مستعد اليوم تبدل القلم ويسموه قلم ولا تبدل ولا مرتاح في الخدمة هاكي وفي المنتوجات اللي تلهي بها هذيك معناها ما تحبش تبدل؟ والله هيك الواحد يلقى بلاصة معناها حاجة خير بالطبيعة يبدل. ما تحبش تولي حماص؟ بالطبيعة ما عادش تحب نولي حماص. وعلاش ما كيماكش هل اليوم الحماس مش قاعد يدخل في فلوسكم من فوق؟ وي ماشي قاعد يدخل كيما الفوق، ما عادش كيما قبل، ما عادش كيما قبل، ما عادش قاعد. برشا تجار اليوم تواجه صعوبات، برشا مش حماسة كاو. أكيد بالقانون الجديد اللي عملوه هذا برشا حماسة، برشا عطارة ما عادش ينجموا يحبوا معناها يحب يبدا يشوف خدمة أخرى، فهمت؟ شنو القانون الجديد؟ شنو اللي مقلقكم فيه؟ القانون نتاع الباتندات اظن اللي عملوه جديد وكاو. زاد الترفيع في الباتين؟ اكيد زاد. قداش كنت تدفع قبل وقداش اليوم تدفع؟ والله ما نعش انا مش
انا مش بالامور هذه، اما حس بما يحكوا معناها التجار معناها صعبوها شوي معناها. انت صانع من الاخر، مش انت تخلص الباتين ده معناها. انت صانع ماكش انت اللي تخلص الباتين. اي مش انا خلص باتين. اما كوم فما قلق في حكايه تم الترفيع في القيمه نتاع الفلوس والباتين ده. اي تم. هل القطاع نتاع الحماسه قطاع منظم؟ هل هو قطاع منظم؟ كما برشا قطاعات اخرى منظمه عندهم قوانين وكراس شروط، انتم زاد المفروض تمشيوا على كراس شروط زاد وعندكم قوانين. يجي عادي حل حماس. والله عندنا كراس شروط، اما معناها مش قاعدين يطبقوا فيها معناها. كان يعملوا تنظموها تولي خير. فهمت كيفاش يتم تنظيم؟ من قبل وزارة التجارة معناها. هم ينظموها فهمت. انت اليوم في العائلة انت الحماس الوحيد ولا ابار ولد عمك بتبيع؟ في العائلة انت الوحيد تخدم حماس ولا عندك شكون اخرين؟ لا كل برسك نفسه. كل من اي جهة في تونس؟ نعم من اي جهة في تونس؟ مدنين. صحيح، شنو السر اللي يخلي جماعة جنوب هما الحماسة ديم؟ خاطر في كل عيد احنا نقعدوا بالايامات مسكرين الحماس حتى يجي الحماس. ايه صحيح، ما في العيد هذيك تسمى في العيد كلهم يروحوا للجنوب فهمت؟ كل الحماس كلها اللي تروح للجنوب، يبقوا جمعتين هكاك ويرجعوا فهمت؟ قد تكون زاد عام كامل تخدموا تعب، كي تجي فرصة العيد فما عندكم مثلا العيد الكبير ولا الأعياد المناسبات الدينية مقدسة عندكم أنتم في مدنين وفي البرشا بلايص، لابد باش ترتاحوا تاخذوا راحتكم في وقت بزايد وتعطوا للعائلة زاد الوقت بزايد، على ذاك ممكن يوخروا أغلبية الحماسة اللي هما بطبيعتهم أغلبيتهم من مدنين ومن الجنوب يوخروا في العودة. إيه صحيح صحيح. قداش خذيت أنت المرة هذه؟ جمعة ورجعت. أما دائما نمشي للجنوب أنا. دائما برسك من عيد مش عيد دائما نمشي للجنوب. قداش عندك من عام بعدت على الجنوب؟ برشا بس 10 سنين هكاك. 10 سنين ما يسموش برشا لمحال. اما لابد كل مره باش تخصص وقت ولازمك ترجع ايه بالطبيعه الواحد هكا هو معناها بعد تالي يوصل عمر معين يرجع يعيش في الجنوب. برشا في من المدنيين خاصه من الجنوب التونسي باللي يتغربوا باللي يجوا لهكاك سوا يخرجوا لبرا ولا يجوا لهنا، اما شي يجي نهار ما يخمي باش اوتوماتيكمون في مخه باش يستقر غادي في بلاده، ما تحبوش تبدلوا البيئه باللي حتى الخدمه هي اللي تكون سبب انكم تبعدوا، لكن تجي فتره تخمم اوتوماتيكمون باش تستقر في مدنيين تستقر في الجنوب. اي بالطبيعه يرجع يعيش غادي في بلاده. ما علاش السر؟ مالك هو بالطبيعة يوصل قلت لك عمر معين يرجع يعيش في بلاده بالطبيعة. تخمم انت ترجع؟ اكيد ان شاء الله. ربي يعينك. اش كبرك.